اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الميثودز اوف ايمالجنت تريتينج وعن السيستمز المستخدمه فيها، وقلنا من اهم السيستمز هو الديسالتنج سيستم. الديسالتنج سيستم ليه مجموعه من السب سيستمز المصاحبه ليه، هنتكلم عنها النهارده بشكل موجز ومختصر. اولهم هو الباور سبلاي والانزيوليتورز والالكترودز والليكويد ديستريبيوشن سيستمز، الانسترومنتيشن اند سيفتي سيستمز، والسوليد ريموفال سيستم، والميكسينج ديفايسز، والليفل كنترولز اند جيجز، والووتر ان اويل ديتكتورز. كل دول سب سيستمز مهمين جدا في الديسالتنج سيستم. نتكلم عن كل واحد فيهم ونبدا بالباور سبلاي. اولا الترانسفورمرز. الترانسفورمرز هي اللي بتولد المجال الكهربي اللي مستخدم في الديسالتنج فيزل، واهم اعتبارين مهمين في الترانسفورمرز اولا ان هي تتحمل الشورت سيركتنج من غير ما يحصل اوفر هيتنج، لان الاوفر هيتنج ده ممكن يعمل لها دامج. وتاني اعتبار هو انها تتحمل الفايبريشن. بعد كده الكنترولرز. والكنترولرز هما اللي بيخلوني اتحكم في الالكتريكال فيلد لثلاث اغراض. الغرض الاول هو ان انا احمي الالكتريكال اكويبمنت من الدامج ومن الاكسسيف باور ريكويرمنت. الغرض الثاني ان انا اعمل كنترول عشان اوصل للاوبتيمم الالكتريكال فيلد اللي مستخدم في عمليه الكواليسنس. الغرض الثالث ان احنا قلنا احيانا بنحتاج ان احنا نخلي الالكتريكال فيلد اكبر من الكريتيكال الكتريكال فيلد عشان يساهم في عمليه شير للدروبلتس عشان يحصل ميكسينج. ده بيحصل في الكاونتر فلو ديسوردرز، فانا بحتاج ان انا اتحكم عشان اعدي الكريتيكال الكتريكال فيلد ده وبعدين ارجع تاني لتحت الالكتريكال فيلد عشان اعمل عمليه كوالسنس. تاني سب سيستم معايا هو الانزوليتور. اول شيء في الانزوليتورز هو الانترانس بوشنج، ودي وظيفتها ان هي توصل الالكتريكال فيلد للالكترود او بيسموها للالكتريكال ديفايسز. بنصنع البوشنج من ماده البري فلورو كربون، ودي من اهم مزاياها ان هي بتقاوم الفولينج. الفولينج ده ممكن يسبب لنا مشاكل عديده جدا، ان هو ممكن يعمل لوكالايزد هيت لمناطق معينه في الالكترود، وده ممكن يؤدي بعد كده الى دامج للبوشنج دي. والالكترود هانجرز، وهي هانجرز بتستخدم في ان هي تعمل سبورت للالكترودز اللي موجوده في الالكتريكال فيزل، دي برضو بنصنعها من نفس الماده اللي هي بري فلورو كربون. الالكترودز هي الالكتريكال بارت اللي وظيفتها ان هي توصل ما بين الالكتريكال سيستم وما بين البروسيس فلويدز عشان تنقل الالكتريكال فيلد ليه، ودي ممكن تكون في هيئه ثلاث اشكال. اولا الشكل اللي احنا شايفينه ده بنسميه جريدز او بار جريتنج، او ان هي تكون على هيئه ستيل بليتس زي ما احنا شايفين، او على هيئة كومبوزيت بليتز. بعد كده عندنا الليكويد ديستريبيوشن سيستمز. اولا الانلت سبريدر اللي هي بتكون بالشكل ده، وظيفتها ان هي تعمل يونيفورم فلو ديستريبيوشن، وده بيؤدي الى اعلى افيشنسي في الووتر اويل سيباريشن.
بعد كده الاوتلت كولكتور، ودي في معظم الاحيان بتكون شبه الانلت سبريدر، بتكون بيرفوريتد بايب في الاعلى الديسالتنج فيزل عشان تعمل كولكشن للاويل. والديلوشن ووتر سبريدرز، ودي اللي بستخدمها في الكاونتر فلو ديسولترز، ودي بتكون برضو على هيئة بيرفوريتد بايبس في اعلى الديسالتر فيزل. بحتاج يكون عندي سيفتي انسترومنت موجودة جوه الديسالتنج فيزل. اولها هو السيفتي جراوندنج فلوتس، ودي فلوتس متصلة ميكانيكالي بجراوندنج سويتشز اللي هي ارض، يعني وظيفتها ان هي تمنع ان يكون في اي انرجايزد كومبوننت موجود في الجاز فيز، بحيث ان تكون اي انرجي زياده الكتريكال انرجي توصل على طول وتتسرب في الجراوند، لان وجود اي شراره كهربائيه في الجاز فيز ممكن تؤدي الى كارثه فاير او اكسبلوجن. برضو بحب اي جرافيتي اللي هو اللايت اويل، ايضا بستخدم كاباسيتنس بروبس، وممكن استخدم كوندكتيفيتي بروبس، واحيانا بستخدم راديو فريكوانسي بروبس، ودي بستخدمها عامه مع الهيفي كرودز اللي هي لو اي بي اي جرافيتي. السوليد ريموفال سيستم، ليه هنا محتاج سوليد ريموفال سيستم؟ لان السوليدز بتسبب مشاكل عديده جدا. اولها ان هي بتعمل فيزل فيلي، وده بيؤدي الى نقص الكاباسيتي للفيزل. احيانا بتتراكم على الفاير تيوب وتعمل انزيوليشن للفاير تيوب، وده بيؤدي لمشاكل ضخمه جدا. اولا نقص الافشنسي بتاع الهيتنج سيستم، لان الحراره كلها ما بتوصلش للبروسس فلويد. تاني مشكلة ان هي ممكن تسبب localized heat و overheating للفاير تيوب نفسها، وده ممكن يؤدي للفيلير للفاير تيوب. لما بيكون في decrease في البريشر بتؤدي الى حدوث scale deposition، او ان هي بتكون كوك، وكوك ده لما بيتكون على الفاير تيوب توقع ان بعد فترة قليلة ممكن يخرج فاير من الفاير تيوب، ودي ممكن تؤدي الى كاتاستروف، وطبعا بتؤدي الى الكروجن، وايضا في السرعات العاليه بتؤدي الى الروجن. عشان كده انا محتاج ان انا اركب ماد ووش سيستم بيكون بالشكل ده، احنا اتكلمنا عنه في المحاضره اللي قبل كده، اللي بيكون فيه ساند جيتس بتدفع ووتر بتؤدي الى عمل درينز للساند والسوليدز اللي حصل لهم اكيوميليشن في البوتوم بتاع الفيزل. انت محتاج ان انا اركب انترفيس سلادج درينز. عند الاويل ووتر انترفيس احيانا بتتجمع كميات من البارافين او من الاسفلتين او من الواكسز مع السوليدز، وبيكونوا ميكتشر مع الايمالجن يؤدي الى حاجه اسمها سلادج. محتاج ان انا كل فتره والتانيه اعمل درين للسلادج ده، ويفضل ان هو يكون مانيولي عشان امنع، عشان اكون اعمل عليه كنترول يمنع خروج الاويل او ووتر معاه. بقفل الووتر دامب فالف، ومن خلال الدرين فالفز او من خلال الاويل اوتلت ذات نفسه اعمل سحب للسلادج اللي موجود ده واعمل له درين. دي صورة مقربة جدا من الساند جيتس اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي ال ماد ووش سيستم. بعد كده من السب سيستمز عندي الميكسنج ديفايسز. اولا الميكسنج فالف، انا لما بدخل ديليوشن ووتر عشان تعمل ديليوت للسولت كونتنت اللي موجود في البروديوس ووتر،
بيحدث الميكسينج اب ستريم للفالف ده، بدخل الديليوشن ووتر وبعد كده يعدوا الاثنين على الميكسينج فالف اللي بيكون فيه بريشر دروب من 5 لـ 20 بي اس اي، والبريشر دروب ده هو اللي بيعمل شير للديليوشن ووتر دروبلتس عشان تختلط مع البروديوس دو ووتر دروبلتس، وفي النهايه يحصل ديليوشن ويكون نسبه السولت كونتنت بتاعتي قليل زي ما البايب لاين كومباني طلب. بركب برضو ستاتيك ميكسرز احيانا اللي هي بتكون بالشكل ده، دي بتكون قبل الميكسينج فالف، وظيفتها ان هي تعمل هوموجينيوس بلند للبروديوسد ووتر وللديليوشن ووتر، وده هيؤدي الى مور افشنسي للميكسينج. وتالت نوع هو الالكتروستاتيك ميكسينج اللي اتكلمنا عنه قبل كده، ان انا بخلي الكريتيكال الكتريكال فيلد يعدي الكريتيكال الكتريكال فيلد، وبالتالي يحصل شيرنج للدروبلتس بتاعت الووتر بحيث ان هي تكون دروبلتس صغيره تختلط مع الدروبلتس اللي بروديوسد ووتر ويحصل الديليوشن. تامن سب سيستم معايا هو الليفل كنترولرز اند جيجز. لما بيكون عندي لايت اويل، بمعنى ان الاي بي اي جرافيتي اعلى من 20 اي بي اي، ممكن استخدم يا اما فلوت يا اما استخدم جيج جلاسز، او بستخدمهم الاثنين، الفلوتس عشان تعمل لي كنترول والجيج جلاسز عشان يخلي الاوبريتورز مطلع على الاويل ليفل قد ايه والووتر ليفل قد ايه. انما في حاله لما يكون هيفي اويل، بمعنى ان الاي بي اي جرافيتي اقل من 20 اي بي اي، الجيج جلاسز ما بيكونش ليها لازمه، لان ما بيقدرش الاوبريتور بخلال النظر بس ان هو يفرق ما بين الاويل والووتر فيلز، عشان كده بستخدم وسائل اكثر تعقيدا.